كتير 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 مفيد، خصوصا بالسكوات لأنه بعطينا ديبث كتير حلو للسكوات. أهلا وسهلا فيكم. هلأ هذا التمرين رح نعمل فيه ستريتش لعضلات الهامسترينجز اللي هي عضلات الرجل الخلفية من وراء، ورح نفتح فيه مفصل الحوض بنفس الوقت. هذا التمرين برضو تمرين رح يكون فيه كاتلبل، رح نستعمل فيه كاتلبل عشان نزيد الوزن على العضلة. يعني احنا بنستعمل شوية ريزيستنس، انا من الناس بحب استعمل الريزيستنس للتمارين استطالة العضلات لانها بتفيد، بحسها بتفيد اكتر. هلأ الناس اللي بتحب تعمل باسيف ستريتش او بتحب تضلها زي تمارين اليوغا، يعمل التمرين ويضلوا قاعد فيه فترة معينة بفيد لإلك. أنا من الناس اللي بمل، ما بقدر أضلني قاعد فترة طويلة على كل تمرين، وبرضه من بحب أعمل تماريني وتمارين المرونة والاستطالة قبل ما أبدأ تمريني. فتمارين الاستطالة هي تمارين الاسترتش، إذا انعملت قبل التمرين لازم تنعمل بطريقة دايناميك، بطريقة حركية. إذا انعملت بعد التمرين هي بتكون التمارين اللي الواحد بقعد فيها وبترك حاله لمدة دقيقة أو دقيقتين على كل تمرين زي تمارين اليوغا. فإذا أنت بدك تعمل تمرين مثلا تمارين السكوات، تمارين الديدليفت، الأشياء اللي زي هيك، وحابب أنك تحمي وتسخن قبليها، هذا التمرين كتير 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 مفيد، خصوصا بالسكوات لأنه بعطينا ديبث كتير حلو للسكوات. راح يفتح لنا مفصل الحوض مظبوط، وراح يعملنا استطالة لعضلة الهامسترينج بطريقة راح تخلي السكوات عندك كتير اعمق. هلا التمرين اول شيء بنجيب بوكس، بدنا نجيب اشي نحطه عشان يكون فيه ارتفاع لانه بدنا نحاول نوصل تحت البوكس هذا، وراح نجيب كاتلبل. الكاتلبل اللي راح نستعملها كبداية برضو دايما زي ما بحكي في كل الفيديوهات، راح نبدأ بوزن خفيف ومنه منتدرج للوزن الاتقل. ما تعتبر حالك أرنولد من أول يوم، ما تعتبري حالك إنه والله أنا عملت يوغا شوي فبالنسبة إلي هذا التمرين راح يكون سهل. بين ما الواحد يصير التمرين عنده يعني يتقن التمرين 100% بعدين يروح بالوزن اللي بده إياه. طبعا أصلا إحنا بهذا التمرين مع الفترة راح نزيد الوزن عشان نحسن الدبث. هلا راح نبدأ بالتمرين، نحمل الكاتلبل وإحنا واقفين على البوكس. بتوقف بحيث كيف انت بتوقف بالسكوات بالعادة، فاذا السكوات تبعك واسع بتوقف واسع شوي، اذا السكوات ضيق بتوقف بالسكوات اللي انت بالعادة بتعمل تمرين السكوات فيه. نحمل الكاتلبل وراح نخلي الرجلين مستقيمين على الاخر، يعني انا بهمني انه تكون رجلي الهامسترينج مستقيمين والركبة مستقيمة ما مفتوحة. هلأ راح ننزل لتحت بسكوات وراح تخلي القدمين على البوكس، ما ترفع قدمك على اصابع القدم، بدها تضلها القدم كامله على البوكس. هلا بامكاني افتح الظهر شوي وافتح مفصل الحوض بزياده شوي، بهز لورا ولقدام على الخفيف، هذا بعملنا شويه موبيليتي على الانكل، وبعدين بفتح ايدي لفوق ولتحت على السايد، يعني بمسك الكتبل بإيد وبفتح الإيد الثانية على السايد لبرا. بعديها رح نعمل التمرين الأساسي، هذا كله طبعا حماية، إحنا بس عشان نحمي مفصل الحوض، بعدين التمرين الأساسي. هلأ التمرين الأساسي رح نعمله إني بنزل برجلي، بخلي الرجلين مستقيمين وبنزل بظهري، ظهري رح أوسع شوي وأنزل على الآخر، بدي أحاول أنزل لتحت الحد تبع البوكس. هلا اذا ما بتقدر تنزل للحد تبع البوكس، انزل بس لغايه ما تكون رجليك مستقيمين او لغايه ما يكون رجليك مستقيمين، وبعدين بنقعد بقعده السكوات. هون مهم كتير انه لما تقعد بالسكوات، لما تنزل لتحت ظهرك راح يبدا يقوس، راح يدخل لجوا. هون راح نحاول نفتح الظهر على الاخر، يعني ما تستعجل بالحركه، ما تحاول بس انه نعمل التكرارات 10 وخلص ونقوم، بدنا نحاول نظبط التمرين يعني اتقن التمرين 100%. فراح ننزل على الاخر زي ما حكينا بالسكوات، بنفتح الظهر وبعديها بتقعد في هذه السكوات لمده مثلا ثانيتين او ثلاثه، بعدين راح ترجع تطلع لفوق بس بالهيبس، يعني راح نطلع بس الرجلين
والمؤخرة لفوق ونفتح الرجلين مستقيمين. هلا لما تتحسن شوي بتجيب كتل بل تانية. هلا انا حامل مثلا على كل ايد 12 كيلو، هاي الكتل بل فيها 12 كيلو. بالنسبة لي وبالنسبة لوزني هذا وزن خفيف، بالنسبة للموبيليتي اللي عندي والمرونة اللي عندي في الحوض وفي الرجلين هذا يعتبر وزن خفيف. انا بامكاني اعمل التمرين بوزن 24 كيلو لكل كتل بل. هلا كل ما حكينا كل ما تحسن، بس انا بعمل هذا التمرين من زمان كثير، فكل ما تحسنت انت بالتمرين راح يصير عندك تزيد الوزن وتزيد التكرارات. هلا زي ما حكيت التمرين الاساسي انه نطلع لفوق وننزل لتحت، بدك حاول تطلع لفوق وتنزل لتحت.